يعني هسه هي واحدة من الالتفافات على مطالب تشرين، قلت لك اياها، هي اختيار الدوائر المتوسطة، فممكن ممكن يلتفون على بهاي الطريقة، ومو بعيدة عليهم. تحالفوا أكثر من مرة، أكثر من حزب سياسي يتحالفوا فيما بعضهم. لكن حقيقة أستاذنا العزيز، إذا توفرت الشروط اللي ذكرناها من أمن انتخابي ورقابة أممية حقيقية مو شكلية، مو الأمم المتحدة توقف لي في بغداد، والمشكلة مو في بغداد فقط، مراكز المدن الأقضية والنواحي. وذلك إحنا طرحنا، يعني أنا من الناس طرحت مقترح بأن شباب الجامعات، طلبة الجامعات، يمكنهم أن يغطوا مراقبة انتخابية في كل المحطات الانتخابية، بالتالي هذا يوفر لنا يعني ثقة ما يخلوكم. بالانتخابات. ويعني الأمم المتحدة إذا ممكن تقترح، يعني تتبنى هذا المقترح، فهذا أنا أعتقد راح يكون بنجاح. أولا شباب موجودين في كل يعني أرجاء الوطن العراقي، وبالتالي تضيف لها في الثقة. إذا توفرت الشروط المذكورة بالانتخابات، فأبو فيصل أنا ما أعتقد أكو حزب سياسي يقدر يعني ينافس تشرين. حقيقة أنا أقولها بوضوح وبثقة عالية، أنه الشارع العراقي اليوم بالانتخابات الأخيرة في 2018 كانت المشاركة، نسبة المشاركة حسب ما تقول الحكومة هي 20%. هذا يعني أن 80% هم غير راضين على هذه الأحزاب، وعلى يعني من شكل الحكومات السابقة. نراهن على أن تشرين إذا صنعت بديل سياسي، أو دخلت بائتلاف مدني قبل الانتخابات، بائتلاف واحد يعني مدني، انت فإن سيد لا حسين أحد من الأحزاب يستطيع منافسة هذا المد التشرين الكبير ده حقيقة توصل لي إذا كان فكرة، ممثل الأمة العراقية. بس نعم ده توصل لي فكرة انه ممكن تشرين تخرج بتنظيم سياسي مرصوص ونزيه ومتوازن وينزل بالانتخابات. هذه ليل الفكرة. نهار نشتغل، ليل نهار نشتغل على هذا المطلب. طيب احنا من الشهر الثالث داخلين مناقشات وحوارات وزيارات لاخوتنا في ساحات التظاهر في بغداد وكل المحافظات العراقيه، ان يا اخوتنا يا احبتنا تعالوا حتى ننظم انفسنا حتى ندخل، اما في حزب انتخابي واحد واما في تحالف انتخابي فقط. وانا اعتقد الاقرب للموضوع هو التحالف الانتخابي، تحالف انتخابي يضم كل قوى يعني الثوره وكل يعني من يشابه تشرين بمطالبها وبمنهاجها هو كحزب مدني شامل للأمة العراقية، غير الأحزاب العنصرية والطائفية والمناطقية. فأنا أعتقد هذا التحالف بإمكانه أن يكون بديل حقيقي لهذه الأحزاب، أحزاب الصدفة الموجودة الآن في البلد. ونعول كثيرا على هذا الموضوع ونعمل ليل نهار. إلى الآن يا أستاذنا العزيز، أنا وبعض الأخوة مستمرين بالنقاشات حول هذا الموضوع، وعندنا أمل كبير أنه خلال هذه الفترة ممكن نصل إلى اتفاقات أولية بهذا الاتجاه.